بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء على قناة اليوتيوب وأصدقائي على صفحة الفيسبوك، أهلا بكم، معكم أيمن إبراهيم. إن شاء الله النهاردة هنستكمل سلسلة حلقات مواصفات الأيزو أو الأيزو ستاندرز، وهنتكلم هنستكمل موضوعنا عن مواصفة 14001 ل 2015 اللي هي خاصة بالبيئة أو الانفايرمنت مانجمنت سيستم. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الكونتكست اوف ذا اورجانيزيشن واتكلمنا على الليدرشيب. النهارده هنتكلم على البلانينج. البلانينج فيها جزئين مهمين. اول جزء خاص بالريسك والاوبورتيونتي اللي هي المخاطره والفرص، وتاني جزء بيتكلم على الاوبجكتيفز. في الريسك والاوبورتيونتي هنتكلم على اربع حاجات اللي فيها جنرال ريكويرمنتس اللي هي خاصه بالريسك والاوبورتيونتيز، وفي environmental aspect والcompliance مع الobligations والplanning action، والجزء الثاني اللي هو الobjectives and planning to achieve them. فيها جزئين، اول جزء هنتكلم على environmental objectives، ثاني جزء هنتكلم على الخطط المفروض اشتغل عليها planning actions to achieve environmental objectives. طبعا قبل ما نخش على التفاصيل دي يعني محتاجين ننوه على نقطة ما كانتش موجودة في المواصفة اللي قبل كده، حتة ان يبقى في بلان وفي فيها البلان دي فيها التفاصيل اللي المفروض نعمله عشان نتأكد ان الأوبجيكتيفز دي اتحققت بشكل جيد، بقت ريكوايرمنت أساسية وفيها تفاصيل كتيرة ما كانتش موجودة قبل كده. طب هناخد أول جزء اللي هو الخاص بالبلانينج اللي هو 6.1 اللي هو actions to address risk associated with threats and opportunities. طبعا مهم جدا في موضوع الريسك والاوبورتيونيتي ان انا بشوف ايه المخاطرات اللي ممكن تؤثر على تحقيق الاستراتيجيك دايركشنز بتاعي الخاص بملف البيئه، وبشوف ايه الاوبورتيونيتيز اللي قدامي اللي ممكن انا متاحه ان انا لازم استغلها بشكل اساسي عشان اقدر احقق الاستراتيجيك اوبجكتيفز الخاص بالبيئه. دايما نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، وانا بخطط لي تحديد وتعريف الريسك والاوبورتيونيتيز اللي هيؤثروا على الشركه وقدرتها على تحقيق اهداف البيئه، لازم احط في اعتباري كمدخلات لعمليه التحديد دي، لازم احط في اعتباري الاوتبوت او المخرجات اللي انا خرجت من بند 4.1 وبند 4.2. بند 4.1 اللي هو context of the organization، وبند 4.2 اللي هو needs and expectation to interest parts، وبند 4.3 اللي هو السكوب. يبقى الثلاث حاجات دول بيعتبروا كمدخلات أساسية، وده بيلفت نظرنا لنقطة مهمة جدا إن المواصفة يا جماعة دي موضوع متجانس وموضوع مترابط مع بعضه، مينفعش أفصل أجزاء عن أجزاء أو أشتغل كل كلوز لوحدها. لازم إن الأوديتور لما بيجي يعمل عليك أوديت أو أي حد بيجي يقيم النظام بيشوف هل النظام ده انت مربطه ببعضه ولينكد مرتبط ببعضه في المعلومات وفي البروسيديورز والكلام ده كله زي ما المواصفه طالبه، ولا انت شغال في جزر معزوله وكل حاجه مش مرتبطه بالتانيه. فادام المواصفه هنا بتساعدك ان انت تربط الحاجات دي كلها. فاما المواصفه تقول لك لازم المدخلات تبقى الخاصه بتحديد الريسك تبقى مرتبطه ب 4.1 4.2 4.3، معناها ان دي اتس مانداتوري لينك، يعني بتديك لينك هي ايه بتغششك بتقول لك ما ينفعش تحدد ريسك اوبورتيونيتيز من غير ما دول النقاط الثلاثه دول يبقوا جزء من المدخلات الاساسيه وانت بتشتغل على الريسك اوبورتيونيتيز. الحاجة التانية ان الريسك والاوبورتيونتيز انا بحطها لازم اخد في اعتباري برضو بلس بالاضافة الى التلات حاجات اللي فاتوا، باخد في اعتباري الانفيرومنتال اسبكتس اللي احنا هنتكلم عليها في نفس النقطة، ولازم اخد في اعتباري الكومبلينس اوبليجيشنز التوافق مع القوانين و other issues او requirements ممكن بتطلع او بتخرج من اي
من الاورجانيزيشن في حد ذاتها او من اي جهه غير اللي انا معرفهم كانترستد بارتيز ليا، اي ايشوز او ريكويرمنت بتستجد لازم بحطها في اعتباري. طيب حته الريكوردز او الدوكيومنتيشنز دي مهمه جدا. المواصفه لما بتطلب منك تو مينتين دوكيومنتد انفورميشن، ده معناها ان لازم عندك بروسيدجرز، لازم عندك ورك انستراكشنز، لازم عندك اي شيء او سمثينج از دوكيومنتس كوثيقه بتقول ان الحاجه دي بتتعمل ازاي او بتطبق ازاي او ايه الاجراءات بتاعتها والكلام ده كله. سميها زي ما بتسميها، حطها في اي شكل، بس ادام قالت مينتين دوكيومنتد انفورميشن يبقى هي محتاجه ان انت تحتفظ، يبقى عندك اليه او الميثودولوجي تبقى واضحه في مكان ما. لو قالت لك ريتين دوكيومنت انفورميشن، عشان يعني واحنا بنتكلم هتظهر قدامنا، معناها بتدور على ايفيدنس ريكوردز كايفيدنس ان الحاجه دي متطبقه بشكل جيد. يبقى اول حاجه المواصفه لازم منتين، شال منتين، قلنا شال قبل كده شرحناها في اول حلقه، شال يعني اتس ماست اتس ريكويرمنت، يبقى شال منتين دوكيومنت انفورميشن لايه؟ للريسك والاوبورتيونيتيز اللي هي هتشتغل عليها، للبروسيسز اللي محتاجاها في بند 4.1.1 و4.1.4 واي حاجات تانية المواصفة محتاجاها او requirements بتاعت الشغل اللي محتاجها عشان تقدر تحقق وتنفذ الخطط اللي بتتعامل مع الريسك والopportunities. بعد كده هنشوف الانفيرومنتال اسبكت. الانفيرومنتال اسبكت زي ما قلنا ان انت بتحصر كل الاكتيفيتيز وكل البرودكتس والسيرفيسز ستيجز اللي انت بتشتغل فيها، وبتشوف الاوتبوت بتاعها. انت بتقيم حاجتين، بتقيم استخدامك للريسورسز الطبيعيه الناتشرال ريسورسز عشان تنتج المنتج ده، وتشوف الاوتبوت اللي طالع زي ما شرحناه في محاضرات التفصيلية اللي شرحناها في مقدمة عن البيئة، سواء حاجات خاصة بتطلع في الهواء يبقى ممكن تسبب air pollution، أو حاجات liquid بسميها hazardous liquid waste بتنزل في الصرف الصناعي أو الصرف الصحي، أو الحاجات ممكن solid waste، حاجات مكسرة، حاجات damage ممكن تلوث البيئة. يبقى انا بتكلم اما حاجه في الهواء، اما حاجه بتنزل في الميه، اما حاجه سوليد ويست او حاجه بتمتص في التربه وبتلوث المياه الجوفيه. فبدرس كل الاكتيفيتيز بتاعتي، كل البرودكتس والسيرفيسز بروسيسنج او رياليزيشن من ساعه ما بفكر فيها وابتدي اشتغل عليها لغايه اما بتخلص في الاخر اللايف سايكل كلها، بشوف ايه الاسبكت اللي ممكن تطلع وتاثرها على البيئه. طبعا لما اجي احدد الانفيرومنتال اسبكت بتاعتي لازم احط في اعتباري كذا حاجه، هو المتغيرات اللي ممكن تحصل اثناء التشغيل او اثناء تطوير المنتج او اثناء تغيير طريقه تصنيع معينه. فمش معنى ان انا وانا انشات السيستم ساعات تروح شركه وعامل الانفيرومنتال اسبكت ده من 10 سنين والدنيا اتغيرت وخطوط الانتاج اتغيرت وتكنولوجيا دخلت جديده وهو لسه ثابت من 10 سنين ما اتغيرش، لا يبقى اي تغيير لازم لازم انا لما بعرف الانفيرومنتال اسبكت لازم تبقى من المرونه الكافيه اللي هي تقدر تتفاعل مع اي تغيير، لازم اعدل وراجع تاني عشان تتناسب مع التغيير ده. لازم احط في اعتباري الابنورمال كونديشنز خلاص والامرجنس سيتويشنز، ما اشتغلش بس على الروتين اكتيفيتي، لكن لازم احط في اعتبار الظروف الغير طبيعيه والظروف الطريقه اللي ممكن تؤدي الى اسبكت على البيئه. لما بطلع او بحدد الانفيرومنتال اسبكت بعمل لها اسسمنت كويس طبقا لمتطلبات اول حاجه قوانين البلد، البارامترز اللي الدوله حطها لكل اسبكت منهم، بشوف الريكويرمنتس بتاعت الشركه بتاعتي، ممكن الشركه يبقى ليها ريكويرمنتس
طبعا الريكويرمنتس دي بتبقى لازم يا زي الريكويرمنتس بتاعت الدوله، يا اما اعلى منها شويه من ناحيه النتائج. مثلا لو التلوث مثلا الدوله سامحه مثلا ماكسيموم 3 بي بي ام مثلا، الشركه يا اما 3 يا اما 2 خلاص، او انترست بارتس بتتعامل مع شركات اجنبيه ليها ستاندر اعلى برضه، تقول لك لا 1 بي بي ام مثلا. يبقى اي انا بشوف كل ال ال بقيمها و بعمل لها اسسمنت عشان اشوف تاثيرها على البيئه، ايه السيجنيفيكانت اسبكت اللي ليها سيجنيفيكانت امباكت على البيئه بتاعتي، وبالتالي ببتدي بحط اكشن بلان ازاي اتعامل معاها، ازاي ارجعها لو هي اعلى من الحدود الطبيعية او الحدود المسموح بها، ازاي احط لها خطة ارجعها للحدود والمسموح بها. هندي مثال بسيط هنا، لو احنا عندنا في اكتيفيتي فيها بويلر بيشتغل بالسولار، يبقى الاوتبوت بتاع البويلر ده عندي انبعاثات emissions وجاز انبعاثات غازيه للسي او 2 اس او 2 وسي او 2 وان او، دي بتسبب لي ده كونسومشن، نتيجه كونسومشن لتسخين الزيت واستخدامه، وده على مستوى الغازات. على المستوى التاني بيطلع اسبكت تاني ديسشارج اوف ذا اويل، ان الزيت المستخدم او المستهلك خلاص بتخلص منه فبرميه في الارض وفي الميه. طب ايه الامباكت بتاع ده وايه الامباكت بتاع ده؟ الامباكت بتاع الغازات بيؤدي الى اول حاجه بيستخدم الموارد الطبيعيه بتاعتي بشكل جاي سيء، بيعمل لي تلوث للبيئه بوليوشن للاير، بيأثر على الريسبيراتوري تراكس بتاع الإنسان وأهالي المنطقة، مش بس عاملين في المصنع، بيتصاعد في السماء وبيتحد مع السحب وبيديني أمطار حمضية. طيب بالنسبة للتشارج على الأرض، إن هو بيلوث لي التربة وبينزل لي المياه الجوفية بيعمل لي كونتامينيشن. يبقى ده الأسبكت والإمباكت، يبقى أنا بشتغل على الإمباكت وتأثيره، يبقى انا بحط خطة ازاي اتعامل مع هذا الاسبكت عشان اقلل الامباكتس اللي بيحصل على البيئة. طب هنا فين الريسك والاوبورتيونيتيز؟ الريسك هنا ان انا ممكن اخالف القوانين الدولة، ممكن بأثر على الاحتباس الحراري والتغيير المناخ اللي موجود على مستوى العالم، ممكن ده يؤثر على سمعتي في السوق وان بعض الشركات العالميه توقف او بعض الدول توقف التعامل معايا. طب ايه الاوبورتيونيتيز اللي انا قدامي اللي ممكن تساعدني ان انا احسن صورتي واحسن سمعتي في السوق؟ ان انا ابتدي ادور على الطاقات البديله اللي تديني نفس الانتاجيه ونفس مصادر الطاقه ولكن باقل تاثير على البيئه. بعد كده الكومبلينس مع الاوبليجيشنز، مهم جدا انت كمؤسسة ان انت اول حاجة يبقى ليك اكسسابيليتي على الجهات الرقابية وطرق اصدارها للقوانين. عندنا في مصر مثلا في جريدة الوقائع المصرية بتصدر فيها كل القوانين، والجرائد الرسمية اللي هي الاهرام والاخبار والجمهورية، هتلاقي في كل بلد في طريقة ما الدولة بتنشر فيها كل التشريعات والقوانين. انت لازم يبقى ليك اكسسابيليتي، لازم ليك طريقة ان انت بتتعرف على الحاجات دي بشكل دوري. الحاجة التانية ان انت لازم بتقدر من القوانين دي كلها انت بتشوف الصناعة بتاعتك بتخضع لأي من هذه القوانين، الاوتبوت بتاعك ايه، البارامترز اللي انت عرفتها اذا significant aspect ليها significant impact على البيئة، ايه العناصر انت في القانون انت مخالف ليها او احتمال انت تخالف ليها عشان ازاي تتعامل معها. يبقى انت في الاخر الهدف كله ان انا لا اخالف تشريعات البلد اللي انا بشتغل فيها وكذلك تشريعات وقوانين الدول اللي انا بصدر لها المنتجات بتاعتي، ولازم يبقى عندي documented information
لتوريني ازاي انا بتوافق مع هذه القوانين وعندي ايفيدنس ان انا بتوافق مع هذه القوانين. بعد كده اخر نقطة في اللي هي بلانينج اكشن. دايما الكلام الجميل اللي انت طلعته، طلعت ريسك اوبورتيونيتيز، وطب الريسك اوبورتيونيتيز دي وحددت السيجنيفيكانت اسبيكتس، السيجنيفيكانت اسبيكت اللي هي سيجنيفيكانت امباكت على البيئة. طب الكلام ده كله هتتعامل معاه ازاي؟ فالمؤسسة طلبت منك في 6.1.4 ان انت لازم بتحط خطة. الخطة دي بتحدد فيها انت ايه المفروض تعمله عشان تتعامل مع الايدنتيفايد ريسك والايدنتيفايد اوبورتيونيتيز والايدنتيفايد سيجنيفيكانت اسبيكت اللي ليها سيجنيفيكانت امباكت على البيئة، وازاي بتقيم الاكشن بلان دي، بتقيم الافكتيفنس بتاعتها. يعني ايه افكتيفنس؟ يعني بتأدي، بتقيم قدرة هذه الخطة ان هي تحقق الهدف المرجو منها اللي هو تحقيق تحقيق نتائج التوافق مع القوانين واخذ الاوبورتيونيتيز اللي احنا يعني حددناها، والتعامل مع الثريتس او الباد ريسك اللي انا عرفته اللي ممكن يؤثر على الاوبجكتيفز بتاعتي او ممكن يؤدي الى مخالفة للتشريعات والقوانين بتاعتي. طبعا لازم تحط في اعتبارك طبعا البيزنس ريكويرمنتس والتكنولوجي والفاينانشال والاوبريشن ايشوز، لان في الهدف الاخر زي ما قلنا في اول مره خالص هو التوازن ما بين البيزنس والايكونومي الاقتصاد بتاع البلد والسوشيال ريكويرمنتس والانفايرمنت عشان احافظ على السستينابيليتي او الاستدامه. بعد كده هنتكلم على بند 6.2 اللي هو الخاص بالobjectives and planning to achieve them. في 6.2.1 بيتكلم على الobjective. الobjective قال لك لازم تحدد environmental objectives بناء على البرفورمانس بتاعك السنه اللي فاتت، بتشوف انت كنت البرفورمانس بتاعك فين وازاي تحط اهداف تطور مستوى البيئه بتاعك، ترفع فيه كفاءه تطبيق النظام بتاعك. هنا المواصفة اهتمت بتوصيف شروط الاوبجيكتيف، انه لازم يبقى سمارت، لازم يبقى عندي القدرة ان انا اقيسه كويس، لازم يبقى سبيسيفيك محدد ميجرابل اتشيفابل قابل للتحقيق، رياليستيك واقعي وتايم تيبل وليه وقت محدد، وان الاوبجيكتيف ده لازم يتراقب ويتابع بشكل مستمر ويحصل له ابديت لو في اي ظروف محيطة بينا اتغيرت. بعد كده هناخد طبعا، وحتة مهمة جدا سنقولها في الاوبجيكتيف ان هو لازم يبقى متماشي مع سياسة الشركة، بيحط في اعتباره كل النقاط اللي بتقيس البرفورمانس بتاع الشركة زي الاسبكتس زي الابليكيشنز وان ان انا الثريتس والاوبورتيونيتيز اللي طلعت نتيجه تحليل المخاطر عندي بشكل عام. بعد كده بحط الاكشن بلان. الاكشن بلان دي بحدد فيها الاوبجكتيفز اللي انا حطيته ده هعمله ازاي، ايه الخطوات اللي هشتغل عليها، وات ويل بي دون، ايه الخطوات اللي انا هشتغل عليها او ايه الاكتيفيتي او ايه التاسك اللي انا هشتغل عليها عشان اقدر احقق الاوبجكتيفز ده، ايه الموارد اللي انا محتاجها، الموارد اللي انا محتاجها عشان احقق الاوبجيكتيفز بتاعتي، مين الاشخاص اللي هم ليهم كفاءات ومميزين يقدروا يساعدوني في تحقيق الهدف ده، وامتى الهدف ده هينتهي او التاسك ده هينتهي، يعني تبقى اهداف جزئيه من الهدف الرئيسي او انشطه واكتيفيتي جزئيه بحدد فيها الاهداف وبحدد فيها امتى كل واحد هيخلص التاسك بتاعه امتى، بحيث في الاخر في جلوبال اول ديدلاين للهدف، والهدف ده هيخلص بعد 6 شهور، لكن في 5 اكتيفيتي ده يخلص بعد اسبوعين، ده يخلص بعد شهر، بعد يخلص بعد شهرين، بس في الاخر بعد 6 شهور الاهداف كلها تتحقق بشكل اساسي.
وفي الاخر لازم زي ما اتكلمنا على البلان للريسك والاوبورتيونيتيز والاسبكت، هي نفس القصه. يبقى لازم عندي ميثودولوجي او طريقه بتحقق فيها ان الاوبجكتيفز ده او البلان بتاع تنفيذ الاوبجكتيفز اتس افكتيف وبتحقق المطلوب منها، وان الهدف في الاخر النتائج اللي احنا بنتكلم عليها هنحققها ان شاء الله. بعد كده هناخد بند 7 اللي هو بند سبورت. بند السبورت ده من البنود المهمه جدا اللي لازم احطها في اعتباري. بند 7 فيه 5 نقط، هنتكلم على الريسورسز، هنتكلم على الكومبتنس، الاويرنس، الكوميونيكيشن والدوكيومنتد انفورميشن. اول حاجه الريسورسز، لازم الشركه توفر جميع الموارد اللي الشركه محتاجاها. نتكلم عن التوب مانجمنت يوفروا كل الريسورسز اللي الشركه محتاجاها عشان تقدر تطبق وتنفذ نظام اداره البيئه، من ناحيه الموارد البشريه، الناتشرال ريسورسز زي المياه والكهرباء والكلام ده كله، البنيه التحتيه كانفراستراكشر كمباني وكفاسيليتي وجنريتورز والكلام ده كله، ولو محتاجين تعمل انفستمنت في التكنولوجي عشان اعالج المياه واعمل ريسايكل للمياه واعمل لها تريتمنت معينه او ريسايكل لبعض انواع الويست او الكلام ده كله، الفاينانشال طبعا عشان اشتري المعدات والادوات والخامات اللي انا اقدر اشتغل بيها عشان اتعامل مع المخلفات بتاعتي او الاوتبوتس والاسبكت اللي طلع عندي، والسبورتنج سيرفيسز زي ممكن اتعامل مع موردين بيعملوا ريسايكل لبعض الويست عندي، او شركات اللي هي النظافة والتطهير، او شركات اللاندري اللي بتغسل هدوم العمال، كل الكلام ده كله. كل الريسورس دي لازم الشركة تساعدني توفرها لي عشان اقدر اشتغل عليها بشكل جيد. بعد كده هنتكلم على 7.2 اللي هو الكومبتنس. 7.2 ده مهم يا جماعة، ان زي ما بنتكلم في الكواليتي، الكومبتنس خاص بالوظيفة اللي انت متعين عليها بتاخد عليها مرتب، البيئة اللي محتاجة عشان تشتغل وتحقق نتائج كويسة في مجال البيئة، يبقى لازم يبقى مهم جدا ان انت يبقى اشخاص عندك مؤهلين فاهمين يعني ايه انفايرمنت، ازاي يتعاملوا مع الاسبكتس المختلفة، ازاي يقدروا يحددوا الاوبجكتيف بتاعتهم، ازاي يحددوا الريسك والاوبورتيونيتيز هنا. وده الكومبتنس دي تبقى اساس الاساينمنت، ان انت لما بتقول الشخص ده مسؤول عن الجزئيه دي يبقى لازم توفر فيه الخبره والعلم والمهارات والتدريب. احنا الكومبتنس هنا بنقيسها لكل وظيفه بناء على الاديوكيشن، لو اخد حاجات خاصه بالبيئه دبلومه في البيئه دوره في البيئه، لو بنتكلم على التريننج ازاي يتعامل مع ديفرنت اسبيكتس، ياخد القياسات او يتعامل مع الشركه بتاخد قياسات، تاكد انها بتاخد قياسات كويس، المهارات المختلفه اللي محتاجها المهام اللي انا بكلفه بيها، والخبره ان هو يقدر يبقى فاهم الموضوع بشكل جيد. ولو انا عندي خلل في الكومبتنس بقدر اعوضها بتريننج بروجرام، بس لازم اتاكد ان البروجرام ده افكتيف وان في الاخر ان الاوتبوت بتاعي بينعكس ايجابيا على كفاءه الافراد وقدرتهم على اداء المهام. بعد كده الاورنس. الاورنس ده الثقافه العامه او الوعي او الكالتشر اللي انا بخلقه جوه الشركه. لازم الناس كلها تبقى ملمه بسياسه الشركه، باهداف الشركه، بطريقة التطبيق نفسها بتاعت النظام، وكل واحد لازم بيحس بدوره وأهميته في منظومة البيئة ودوره في المحافظة على البيئة من ناحية استهلاك الموارد والمحافظة على المية والمحافظة على استخدام الطاقة زي الكهرباء يعني. فكل واحد لازم يعرف دوره جوه الشركة وأهمية دوره في نجاح المؤسسة. الكوميونيكيشن دي مهمة جدا، المؤسسة ركزت عليها قوي وقالت لازم يبقى في كوميونيكيشن ميثودولوجي سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، بحدد فيها أنا إيه المعلومات أو البيانات اللي أنا محتاج أتواصل فيها مع سواء داخليا جوه الشركة أو خارجيا، امتى البيانات دي هتطلع، ايه الاشخاص اللي هتداول معاهم البيانات، مش كل واحد يتقال له كل حاجه، وازاي اعمل ايه وسيله التواصل او وسيله
الكوميونيكيشن اللي هتتم بحيث توصل الرسالة بالشكل المظبوط اللي تساعد على سهولة توصيل المعلومة وشفافية الشركة في التعامل مع ملف البيئة، وتدعم عملية التطبيق الفعال أو الـ effectiveness of the system implementation، وفي التعامل مع الجهات الرقابية. ولازم طبعا بتحتفظ بـ records as a retained documented information كـ evidence للـ proper communication. بعد كده هنيجي على آخر نقطة 7.5، ألا وهي documented information. المواصفة هنا محددتش زي زمان procedures أو manuals أو record، محددتش مسميات نتيجة تطور التكنولوجي والناس بقت تستخدم مسميات مختلفة SOP work instructions manuals flow diagram. في ناس بتحط التعليمات في شكل فيديوز، في ناس بتحطها في فوتو على ميديات مختلفة. يبقى بالتالي المواصفة لما ثبت الموضوع حسب كل شركة وحسب طبيعة كل شركة، بس قالت ان انت محتاج تعرف الدوكمنتس بتاعك، من الاوثر بتاعه، من اللي كتبه، امتى، ازاي اميزه، ازاي اتتبعه، طريقة الحفظ وطريقة الاصدار وطريقة المراجعة وطريقة التعديل والتغيير والكلام ده كله. كل الكلام ده لازم يبقى موجود عندي في documented information. لازم عندي procedures بتشرح فيها كل التفاصيل دي كلها، ايه انواع السيستمز اللي، ايه انواع الدوكيومنتس اللي عندي، مين فيها هارد كوبي، مين فيها سوفت كوبي، مين فيها ميديا، صور، افلام، الحاجات دي كلها. انا في شركات مثلا تخش تلاقي ديك ورقه يمضيك عليها فيها السيفتي رولز وبتمضي عليها وخلاص، ممكن تقرا ممكن تقرا. في شركات تانية تقعدك في اوضه في الريسبشن وبتعرض لك 5 دقايق السيفتي انستراكشن، في شركات تانية بيجيب لك الراجل بتاع الاتش اس اي المسؤول وبيعمل لك برزنتيشن على الاتش اس اي جوه الشركه. فكل شركه ليها طريقه وميثودولوجي. كل دي دوكيومنتد انفورميشن هاو تو كوميونيكيت الانفيرومنتال انفورميشن والمعلومات الخاصه بالبيئه جوه المؤسسه بتاعتك. فاي دوكيومنتس ايا كان طبيعته لازم في تايتل اسمه ايه، الديت بتاعه طلعته امتى، الاوثر مين اللي عمله، والريفرنس او ريفرنس نمبر بتاعه، الفورمات، اللغه هتكتب بالعربي بالانجليزي بالاسباني بالفرنساوي بالهندي، هل هو سوفت كوبي زي ما قلنا، هل هو جرافيكس رسومات، هل هو يعني فيديوز، حسب طبيعة كل مؤسسة وطريقة الريفيو والابروفال زي ما اتكلمنا فيه. ولازم في كنترول على الـ المعلومات، وبحيث سهل، معذرة، سهلة الاسترجاع. ازاي انا بوزع السيستم ده او documented information، ازاي انا بخزنها، ازاي انا لو عاوز الريكوردز او الايفيدنس اللي هي الريتين documented information ازاي بحفظها، ازاي مده الحفظ قد ايه، مكان الحفظ قد ايه، طريقه الاسترجاع وسرعتها لو انا عاوز المعلومه، وفي الاخر طريقه التخلص من الحاجات دي كلها. يبقى كده احنا خلصنا البند 7 اللي هو خاص بالسبورت، وختمنا بالدوكيومنت انفورميشن. اتمنى ان تكونوا استفدتوا معانا، ولو حد اي استفسارات زي ما قلت لكم بيكتب لي في التعليقات على الصفحه. ونشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه القادمه في الايزو 14001، وهنتكلم فيه عن الاوبريشن والمونيتورنج والميجرمنت اللي هو البرفورمانس ايفالويشن. إن شاء الله نشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.